الحقيقه برضو من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا يعني حابين نتكلم فيها مع حضراتكم ان الحقيقه احنا يمكن مش بنشتغل لوحدينا في ملف المياه كوزاره اسكان، احنا مشترك معانا العديد من الوزارات، وزاره الصحه طبعا في اخذ العينات بشكل عشوائي على مستوى الجمهوريه كلها لضمان صحه والمنتجات والمخرجات اللي طالعه من محطات التنقيه، وزاره البيئه ايضا، ووزاره الري والموارد المائيه في ميه النيل بياخدوا طبعا عينات بحيث ان هم يطمئنوا على جوده المياه اللي موجوده، والحمد لله بفضل الله تعالى كل العينات دي الحقيقه يعني توافقت كل الجهات في ان هي مطابقه للمواصفات وان ما فيهاش مشكله، والنهارده الحقيقه كمان بوجودنا على ارض الواقع يعني تم زياره بعض المحطات المياه ولقينا ان الوضع فيها مطمئن جدا للغايه الحقيقه الحمد لله، والامور مستقره. وبرضه الحقيقه يمكن في زيارتنا هنا للمستشفى حتى يعني انا الحقيقه مستغرب جدا من اللي بيتردد على يعني وسائل التواصل الاجتماعي ونوع من انواع تشويه الصوره الحقيقيه فعلا للواقع اللي موجود. احنا بندعو اي حد قبل يعني ما يكتب كلمه يعني يتواصل مع الناس حتى هنا اللي موجودين في اسوان، او لو يقدر يعمل زياره بنفسه يجي يبص على المستشفيات ويتفقد، يعني نتحرى الصحه في المعلومه طبعا قبل ما يتم نشرها بشكل او اخر. مره ثانيه بحيي حضراتكم وسعيد بوجودي مع حضراتكم النهارده. شكرا.